السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد انتهاء مباراة المغرب والغابون والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء، الهدف كان من طرف اللاعب بوفال، واللقطة التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي عندما ذهب مدرب المنتخب الوطني وتوجه صوب الجمهور المغربي وألقى التحية لهم، مما أثار إعجاب محبي المنتخب المغربي. فمبروك للمنتخب المغربي بهذا الفوز.